انطلاق حملة تبليط الطرق الرئيسية في مدينة الرمادي وتشجير عدد آخر من الشوارع فيها. تأتي هذه الحملة بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة نتيجة المعارك التي دارت رحاها بين أزقتها في وقت سابق. تقوم مديرية بلدية رمادي بحملة على مستوى التشجير لشوارع المدينة الرئيسية والحدائق باعتبارها متنفس للناس، اطلاق حملة رفع الانقاض والسكراب في عموم المدينة ورفع النفايات، طبعا هذا بالتعاون مع UNDP، حملة لترقيع اكبر عدد ممكن من الشوارع المتضررة بسبب العمليات الارهابية في مدينة الرمادي. هذه الشوارع شملت مناطق مركز مدينة الرمادي، العزيزية والصوفية، الجمعية والثيلة والشركة، وكذلك الاسكان والسوق. طبعا هاي الحملة ايضا مشتركة ما بين المحافظة كتمويل والبلدية. ان شاء الله هذه الحملات مستمرة وستستمر لتشجير عدد اكبر ولصيانة شوارع بعدد اكبر. ابناء المدينة طالبوا الحكومة المحلية لمحافظة الانبار بضرورة الاسراع باكمال المشاريع الخدمية المتلكئة منذ زمن طويل في مدينة الرمادي. هاي صار سنة ونص لا تبلط شارع لا شيء، بس نطمح ان شاء الله بجهود السيد المحافظ الجديد، وطالب السيد المحافظ الجديد من خلال منبركم ان ينزل للسوق. السوق غرقان، السوق يعني تي تروح تتسوق، الامرأة، الزمت كبير، العاجز ما يقدر يطب السوق نهائيا. ان شاء الله من خلال هذا الشارع اليوم انطلقت حملة المئة يوم التي اطلقها السيد محافظ الانبار بالتعاون مع مديرية بلدية الرمادي. ان شاء الله المدينة راح تلبس ثوب جديد مثل ما قلت من خلال تشجير الشوارع العامة والشوارع الفرعية والمتنزهات والحدائق، حدائق متنوعة في المدينة. محافظة الأنبار التي يعاني ساكنوها من نقص حاد في الخدمات الأساسية وانعدام المستلزمات الضرورية لأهلها العائدين من فترة النزوح الشاقة، مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية الإيفاء بوعودها لأبناء المحافظة المنكوبة.